استقبال تليفون من كابتن عبد اللطيف الدوماني نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الصحة الطيبة طبعا والسادة المشاهدين، ومليون مبروك طبعا فوز نادينا طبعا ببطولة طبعا يستحقها، وكفاية فرحة الجمهور طبعا، والف الف مبروك طبعا. وبنبارك لك برضو يا كابتن، طبعا يعني اكيد سعادة وبطولة غالية علينا كلنا. اكيد طبعا اكيد. احتفلت ازاي طب يا كابتن؟ يعني لما خلاص الحكم صفر كده احتفلت ازاي؟ والله انا والله العظيم انا يعني انا كنت في مع اصحابي في المباراه، واخر دقيقتين ثلاثه وقفت الحقيقه، يعني انا بتكلم بصراحه يعني وقفت، كنت قلقان جدا وحاسس ان طبعا النتيجه مش مريحه، يعني 2-1 و1-0 في اي وقت لا قدر الله جون يدخل فينا البطوله بتصعب يعني. ووارد جدا اخطاء، وارد جدا يعني كره يعني كره ثابته مثلا عندهم اطوال، كان وارد جدا يحصل ده، ولكن طبعا ربنا كبير طبعا، وربنا اسمه العدل، اكيد نادي الزمالك يستحق عشان خاطر الجمهور الكبير ومجلس ادارته واللعيبه اللي كافحت والجهاز طبعا. بطوله غاليه جدا وبطوله مهمه في توقيت، وده الاهم لنادي الزمالك في التوقيت ده. وبصراحه الاجواء فعلا في الماتش كانت حلوه جدا الصراحه مع وجود الناس راح تحتفل، الجماهير. خد بال حضرتك، يعني الناس راح تحتفل مش بتتفرج على الماتش، الناس صح، كان عندها يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هينصفهم، فبالتالي شفت الجمهور من كل محافظات مصر، حضرتك شفت عائلات اللعيبه طبعا، كان في ثقه كبيره جدا ان هم هيفرحهم، واكيد يعني الحمد لله بطوله غاليه وبطوله نادي الزمالك يستحقها، واتمنى ان شاء الله تكون امتداد لبطولات جايه باذن يا الله. رب ان شاء الله. حضرتك يا كابتن شفت ازاي الزمالك في المباراتين الذهاب والاياب؟ لا الزمالك انا وجهه نظري المباراه الاولى، هو النادي الزمالك صعب الامور على نفسه في المباراه الاولانيه، يعني استقبال هدفين في اول ربع ساعه اول 20 دقيقه طبعا دي حاجه بلغات الكوره في مباراه نهائيه كارثه، يعني احنا بنلعب مباراه نهائيه طبعا بيكون الفرص فيها بتبقى مش كتير، بنلعب حسابنا ان في ضغط جماهيري، بنلعب فرقه على ارضها وفرقه طبعا عندها برضو خبرات حاسه على البطوله قبل كده، فبالتالي كلنا اتفاجئنا حقيقه، يعني جونين واهداف ساذجه اللي دخلت فينا، مش اهداف مثلا ده كره ثابته وضربه جزاء، فبالتالي الامور صعبت، لكن اعتقد نادي الزمالك الشوط الثاني عمل شوط عظيم جدا، شوط محترم اثبت ان نادي الزمالك عنده شخصيه البطل. الهدف طبعا الهدف الجزيري طبعا جابه، طبعا ده كان لهم فاول السحر، وكنا نقدر نتعادل هناك على اقل تقدير 2-2، ولكن 2-1 الدنيا صعبت، ومع ذلك نادي الزمالك خد الثقه وخد الثقه في ارض المنافس، يمكن دي سالت الامور بعض الشيء، برضه نتيجه خادعه 1-0 وكل حاجه الزمالك تاخد البطوله، ولكن في توقيت معين او وقت ما نفترض ان بركان مثلا احرز هدف، فبالتالي لازم هدفين او ثلاث اهداف، هدفين يبقى ضربات جزاء، ثلاث اهداف كان شيء صعب فرقه زي دي تخش في ثلاث اهداف، الضغوط تحسب اللعيبه بخبراتها الكبيره جدا ان انا اقدر اجيب جون وهدف مبكر، واقدر احافظ حوالي 70 دقيقه على الهدف ده، والهدف ده يوديني للبطوله، فاعتقد دي خبرات لعيبه وكفاءات لعيبه. هي الاجواء الموتره دي واللحظات الاخيره واللعب على سيناريو واحد، هي دي اللي بتحسسنا بطعم البطوله، يعني تحس أكيد. ان كل ما الدنيا بعد شده بتاخد يعني الفرحه، خد بالها جت بعد شده، يعني الجمهور كان منتظر صفات الحكم، عشان كده الاحتفال كان قوي جدا، لان نتيجه المباراه هي اللي خلت الجمهور بفيها شده كده. دي حقيقه، كمان بالذات اخر ربع ساعه كانت الناس متوتره، الجماهير كانت متوتره جدا الصراحه. اكيد اكيد. ازاي يا كابتن بقى نستثمر طبعا الفوز ببطوله قاريه وغاليه زي بطوله الكونفدراليه للفوز بكره ان شاء الله على حساب فيوتشر؟ ما ده اللي كنت عايز اتكلم فيه، يعني في عاده كده يعني مش ظريفه دايما، اي حد بياخد بطوله يمكن تاني مباراه بتبقى التاني مباراه على طول في اي مسابقه بتبقى الاجواء مريحه بعض الشيء، او ثقه زياده، او لسه بنفكر في الاحتفاليه، وده حاجه مش مظبوطه، يعني اتمنى نادي الزمالك يفصل خلاص البطوله خلصت واللعيبه فرحت والجهاز والجمهور كله فرح، فاعتقد في بطوله يعني بطوله الدوري البطوله رايحه جايه، البطوله لسه لم تحسم بعد، وحضرتك انت كسبت المنافس والنادي الاهلي، فبالتالي يعني مش عايزين نضيع حتى فرحه او حظ ثلاث نقاط على حساب النادي الاهلي في ان احنا نبعد عن المنافسه، انا شايف بكره ان شاء الله نادي الزمالك يحسب له ان هو ان شاء الله اخذ بطوله لسه من يومين ثلاثه، يحسب له ان هو فصل الافراح وفصل البطوله خالص عن دي مسابقه ودي مسابقه، فاعتقد ان الزمالك هيبقى فيه دوافع جديده، ما تنساش برضه حضرتك ان في اللعيبه اللي هي غير مقيده افريقيا هيكون لها طبعا نصيب بكره في المباراه بشكل كبير، اللعيبه ديت طبعا حتى شفت حضرتك الفرحه بتاعتهم وهم مشاركين
زمايلهم في البطوله وهم حتى مش مقيدين، فبالتالي ارتاحوا برضو بعض الشيء. خلينا نتكلم في جزئيه ما حدش واخد باله منها، يعني على سبيل المثال عبد الله السعيد، يعني اعتقد فوز نادي الزمالك بالبطوله وهو مش مشارك ده ريحه بعض الشيء من الضغوطات، ان هو مثلا لو قدر الله ما كانش نادي الزمالك خد البطوله اعتقد كان عبد الله يعني بس تحت ضغط كبير جدا جدا ان هو حقق شغل بطوله. فاعتقد ده يعني هتطلع لنا عبد الله السعيد اللي احنا مستنيينه واللي احنا نعرفه. اعتقد ان شاء الله الناصر وبقيه اللعبه كلها اللي ما كانوش مقيدين ان شاء الله يبقى لهم دور كبير جدا جدا. واتمنى نفصل خالص تماما عن الاحتفالات وعن البطوله في بطوله الدوري اللي هي لسه في الملعب. كمان كابتن جوميز على قد ماشي هيرجع له ناصر ماهر وهيرجع له عبد الله سعيد وسيف فاروق جعفر اللي كانوا غير مقيدين افريقيا، ولكن برضه هو داخل بقائمه غيابات، يعني احنا عندنا غيابات في المباراه دي، ازاي يتعامل مع الغيابات دي؟ اعتقد طبعا اكبر خساره لنا حمدي، طبعا احمد حمدي طبعا اصابه كبيره جدا، وحد لو حد تفتكري هدفين مؤثرين جدا احرزهم السنه دي في يوتشر في بطوله افريقيا، الهدفين في نفس البطوله هدفين مؤثرين جدا كانوا يمكن بنسبه كبيره جدا هم اللي عملوا فارق في البطوله كلها. ولكن نادي الزمالك يعني مش عايزين نقول الغيابات، احنا نادي كبير ونادي طبعا عنده مش عاوز البدائل، ولكن قائمته مليئه باللعيبه باللعيبه الاكفاء طبعا واللعيبه اللي هم المفترض يعني يصنعوا فارق. اعتقد ده هو ده حل الفرق الكبيره، يعني لما بتصاب حدك لعيب لازم نلاقي البديل يكون جاهز، واكيد الجهاز عامل حسابه في كل لاعب لو هو ما لعبش سواء ايقاف او سواء اصابه فعنده البديل الكفء اللي هيلعب. اعتقد نادي الزمالك نشوه البطوله الافريقيه تكون طبعا في حساباته، المعنويات تكون اكتر، اتمنى الجمهور المحترم العظيم ده اللي هو كان له سبب رئيسي في البطوله يكون هو داعم في مباراه بكره. واتمنى ان شاء الله نادي الزمالك يفوز، لان صدقيني لو فاز ان شاء الله بطوله الدوري لسه فيها كتير جدا وماتشات مؤجله كتير جدا ولم تحسم بعد. فاتمنى ان شاء الله نعدي بكره مباراه صعبه لانه منافس قوي جدا، خد بال حضرتك فرقه محترمه، فريق جايب جهاز جديد كابتن طلعت يوسف طبعا مدرب قدير طبعا وكسب المباراه اللي فاتت، لعيبه كواليتي بتاعها عالي جدا عندهم بديل، فبالتالي لازم الزمالك ان شاء الله يتفوق بكره بحيث ان شاء الله الفريق يبقى موحد لعوده الانتصارات ومن ثم الفوز ببطوله الدوري ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وهو جوميز يا كابتن برضو قال للعيبه واكد قوي على حته انه يعني نغلق باب الاحتفالات بالكونفدراليه وان احنا لازم كمان نركز مع الماتش بكره. وبمناسبه يا كابتن برضو الكلام على جوميز، حضرتك شايف مسيره جوميز لحد دلوقتي مع الزمالك ازاي؟ لا مسيره ناجحه يعني بصمته موجوده. كان هو معذور بعض الشيء لان حضرتك كان في بطوله افريقيا بلعيبه وبطوله الدوري بلعيبه، اعتقد اذا كان خان توفيق في مباراه فده ما يقللش منه، يمكن مباراه سموحه كان وجهه نظر ان هو ما يقدرش يريح اللعبه دي كلها على الماتش النهائي، لو كان لعب بقوه الضربه كنا قدرنا ناخد مباراه سموحه. ولكن برضه هو له حساباته ان هو كان يقدر يريح بعض اللعيبه المؤثرين في الفرقه عشان النهائي، وفي الاخر هو خد البطوله يبقى هو صح، لكن هو راجل له بصمه. نادي الزمالك على المستوى الفني بيلعب بشكل مميز جدا، الانتشار كويس، الاستحواذ كنا بقالنا فتره يمكن الاجهزه السابقه ما كانتش حتى الاحتفاظ بالكوره ما كانتش موجوده بالشكل ده، يمكن في بعض اللعيبه مستوى زاد قوي مع الراجل. اعتقد لغايه دلوقتي الراجل ناجح، راجل مميز، راجل مميز في شغله، نادي الزمالك له بصمه فنيه مع الراجل ده، اتمنى الصبر عليه، مش عايزين خدنا بطوله يبقى اي مباراه تحصل اي نتيجه اخفاق فيها يحصل يبقى الراجل مش وحش. لا مش عايزين نقول كده، احنا بالمدى البعيد وما بنتعاملش بالقطعه. فاعتقد ان شاء الله الراجل يعني بيقدم مباراه لغايه دلوقتي وموسم ولا اروع، فكل الدعم ليه طبعا، وان شاء الله يقدر يحصل بطولات مع نادي الزمالك الفتره الجايه. يا رب ان شاء الله. برضه يا كابتن يعني حضرتك ملاحظ معايا ان الموسم ده هو موسم تألق المحترفين داخل الزمالك، يعني بنتكلم على سامسون وسيف الدين الجزيري والمسلوسي طبعا. طبعا. لا المسلوسي ده حته تانيه لوحده خالص، يعني ده راجل يعني راجل قائد في الملعب، راجل من باك رايت لمساك، راجل اخطاءه قليله جدا جدا جدا، راجل في الملعب تحس ان هو راجل بتوجهاته كلها صح، راجل تحس ان هو ابن ابناء نادي الزمالك الاصليين اللي من زمان، يعني راجل كل جمهور نادي الزمالك بيحبه وبيحترمه. الجزيره انا وجهه نظري فيه طول عمري ان هو مهاجم عالي جدا جدا، من افضل المهاجمين اللي جم نادي الزمالك، راجل عنده حلول، راجل بيخلق مساحات للي جايين من الخلف، راجل بيقدر يتحرك بين الخطوط، راجل بيقدر يلعب بدماغه كويس رجل اليمين رجل الشمال، راجل يعرف ياخد اخطاء مع المنافسين في اماكن مؤثره جدا.
سامسونج برضو يمكن بعض الشيء يمكن على فترات، ولكن اذا خد الثقه وخد ماتشات كتير اعتقد هيكون برضو في مكان افضل. نادي الزمالك يعني مليء طول عمره، والموسم ده والموسم اللي فات والموسم ان شاء الله الجاي هيقدر يجيب برضو لعيبه على اسم وحجم نادي الزمالك. نتمنى التوفيق يا رب سواء محترف او مصري. وزي ما حضرتك اشرت في نقطه مهمه جدا، يا ريت نفصل ونهتم طبعا. اكيد طبعا الجهاز الفني ده بخبراته طبعا قدر يتكلم معاهم، وبرضه مش عايزين الجهاز الفني وبس، اللعيبه كمان انت عندك خبرات كبيره جدا هيقدروا يفصلوا بين فرحه او بين بطوله وبين مسابقه جديده نتمنى فيها الاستمراريه والفوز بها ان شاء الله. انت مهم طبعا تكسب بكره لان انت عندك دوافع معنويه عاليه، فضروري جدا أكيد. تستثمرها لماتش بكره، وما ينفعش تبقى مفرحني ببطوله كبيره مثلا وبكره ما تقدرش ان انت تكسب المباراه، فدي واحده من الحاجات اللي انت تستثمر بيها ان انت واخد بطوله. اكيد طبعا نادي الزمالك لن يقبل غير بالفوز، نادي الزمالك بيفصل طول عمره بين بطوله وبطوله، فاكيد نادي الزمالك جمهور رايح بكره مش رايح يحتفل بالبطوله، جمهور الزمالك رايح بكره عشان ياخد الثلاثه بونت، فاعتقد ده دور كبير جدا جدا جدا، اكيد الجهاز نبه، ولكن في الاول في الاخر برضه هي لعيبه، يعني ممكن انا برضه اتكلم واهدد وانصح، وفي الاخر اللعيبه برضه تبقى عايشه لسه في الاحتفالات، ده دور اللعيبه بقى، اللعيبه الكبار في الفرقه، عندنا كتير جدا لعيبه كبار في الفرقه اعتقد عندهم من الخبرات ان هم يقدروا يفصلوا من بطوله وبطوله. يا رب ان شاء الله. كابتن عبد اللطيف، كلمه اخيره للعيبه وكمان للجماهير. اللعيبه طبعا بنشكرهم والله فرحونا جدا جدا الحقيقه، يعني وكانت مباراه صعبه جدا عليهم، اتحطوا تحت ضغوط قويه جدا جدا، 2-1 و1-0 وحافظوا على الهدف من بعد اول ربع ساعه، ده حاجه تحسب لهم، يكملوا بقى الفرحه بتاعت الجمهور بتاعتنا ان شاء الله، نقدرهم هم المفروض يفصلوا ويتعاملوا بشكل افضل من كده. كنا قبل كده يقول لك نادي الزمالك كسب مباراه او بطوله ثاني يوم ثاني مباراه ثاني بنلاقي الاداء والنتيجه، لا احنا نتمنى بقى ان يبقى في ثقافه جديده ونقدر ان شاء الله يبقى في استمراريه في المكسب وثقافه المكسب تكون موجوده في كلتا المسابقات، كل المسابقات يعني. الجمهور طبعا جمهور كبير، جمهور محترم، جمهور عظيم، ما بتاخرش يعني في ماتش سموحه الفريق خسران وبشجعهم طول المباراه وبشجعهم بعد المباراه، وده اثر عليهم بالايجاب طبعا في مباراه نادي التركان اللي هناك. الجمهور ده افضل حد في المنظومه كله يعني، ما ننساش طبعا مجلس الاداره المحترم اللي هو طبعا موفر كل حاجه للجهاز وللعيبه وعايز يفرح الجمهور، هي منظومه متكامله نتمنى ان شاء الله فيها الاستمراريه والاستقرار يا رب، ونزل دايما في احتفالات ومكاسب بالبطولات ان شاء الله يا رب دايما. بشكرك جدا كابتن عبد اللطيف الدوماني، مجموعه لاعب من الزمالك، شكرا جدا.